انا يا صغير منيحه كيف كثير منيحه الحمد لله. ماجي شو عاملين للموت ثلاثه؟ كنت بتوقع هالقد نجاح يكون ليكي؟ انا بوثق بنادين جابر، بس قالت عندي لانه اخذت شهرين ثلاثه لتقول اذا عندها مسلسل او لا، لاني بوثق فيها قدرت انه يكون شيء حلو. بس بلشت اقرا الورق دائما كنت اقول لهم احلى من الجزء الاول والثاني، تقول لي لا وانا الا احلى من الجزء الاول والثاني، بكره بتشوفي راي الناس. ففعلا كان هيك، كان احلى من الجزئين. اعتراف قوي مني. ايه شو سره انه انا بحس من الراي كل الناس صاروا شايفيننا كاننا لحم ودم، يعني من الكومنتات بنعرف انه كل يوم بنفيق بدنا نطمن على سحر وريم لانه حاسينهم جيراننا، ناس بنحبهم. قصص الحب اللي عم تمروا، الكاستينج، الاخراج الرائع فيليب اسمر، الانتاج، كل الكرو، كل حدا بمطرحه، فكان العمل كامل متكامل ما في نقص. هيدا اللي خليه يكون العمل ككل هو البطل. كنت عم تحكي عن قديه سحر وريم، قديه اول شيء هالشخصيه صعبه تطلعي منها؟ ليكي انا وسحر صرنا واحد لانه اخذت مني واخذت منها، وكاركتر شوي بيشبهني، القوة، ضعف بمطارح، الانكسار، الطيبة اللي عندها، القوة اللي عندها. أكيد أنا كماجي ما بوصل لمحلات لا بقتل ولا بسرق، بس بالنهاية ما فينا نعلق بشخصية كل العمر، بدنا نوصل لمحل نطلع ونعمل كاركتر تاني يكون بنفس مستوى النجاح بس ما يشبه الشخصية. أكيد في موسم رابع؟ مبدئيا لا، بس أنا على طول ما بقدر جاوبك. من الأول كنت أقول لا، ويصير الاتفاق بين جمال ونادين، هن رأس الحرب إذا بدك يقرروا إذا في جزء رابع أو لا. خبريني عنك وعن دانييلا، يعني سحر وريم هالقد دانييلا وماجي كمان بالحياة؟ ليك ثلاث سنين مجتمعين وثلاث سنين عم نشتغل، وبتعرفي قديش الشغل بياخد وقتنا، يعني احنا بنشوف بعض أكتر من البيت. هيدي الكيمستري كمان بتخلق العلاقة بين الأشخاص، فهيدي الكيمستري لأنه في علاقة حلوة وصلت للناس. وعن ورد الخال شو بدك تقولي؟ ورد رائعة، ورد رائعة، استاذة، نجمة كبيرة ورد، وكسرت الدنيا وبتستاهل، ومنه شي غريب عنا لأنه ورد عندها كاريزما الحضور والأداء، وتاريخها بيشهد لها، يعني تاريخها الفني، بس ضوت بكارما بشكل مخيف، هالهدوء، هالرصانة، وكلنا شفنا تفاعل الناس على السوشيال ميديا، فبقول لها أنا فخورة كتير فيها. وعلى الصعيد الشخصي هي صديقة من زمان. كيف يعني في بخيارات قلتي كان في اذا عندك خيارين كوني خذي الخيار الثالث؟ اذا عندك خيارين اصعب من بعض او اضرب من بعض ما تنقي بيناتهم، خلقي خيارك الثالث. ماجي بخصوص اي خيار ثالث خيار؟ نقيت الخيار يلي بالمسلسل يلي بياخذني بحياتي. اكيد كنت قدام خيارات صعبه، فتشت على الخيار الثالث يلي بكون فيه مرتاحه. كتير قرارات صعبة مرقت بحياتي، كتير ما بينعدوا. شو تبعتي؟ شو عجبك؟ مين حبيتي؟ كامل العدد أكيد تبعته، تبعت نجاحه أكثر من رائع، وأنا فخورة فيهم كلهم. أحضرت أخيراً وبعدني عم كمله، يعني وهلأ أكيد رح تابع أعمال كتير لأنه بحب شوف. شو التحضيرات الجديدة؟ هلا ما في شيء، هلا بريك. هلا بريك لنرتاح ناخذ نفس ونشوف شو بدنا نحضر. ولا جمال شو بدك تقولي؟ بقول له اني بحبك كثير، بقول له اني فخوره فيه، بقول له انه كل كلمه قالها صادق فيها، وانا سامعتها بالبيت لما يقول لي هلا لبنان بحاجه لنا، وانا بدي ضل صور بلبنان تحت كل الظروف لاني بحب لبنان، هو لبناني اصيل وبحب لبنان. ماجي شو بتقول لحالها؟ بقول لحالي اني انا حلمت بكتير اشياء واشتغلت واجتهدت وحققتها، وبعد عندي احلام كتيره.